مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامج الظهيرة يأتيكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 كل سبت. دشينا الصيف والصيف مبكر صراحة، صارت درجات الحرارة بالأربعينات، فالواحد يدير باله يشرب ماي، كريمات حماية، تبي تطلع بحر دير بالك، نبي نتشمس ونبي نتنتن ولكن يدير باله الواحد من الشمس. فناخذ فاصل صغير ونكمل باقي فقرات الظهيرة. نكمل فقراتنا وصراحة بأول فقرة وهو القهوة. القهوة الحين صارت يعني ما أدري، ما أقول ترند، ولكن القهوة شيء ضروري. يعني صار الصغير يشرب قهوة، الكبير صار يشرب قهوة. أبي أقول لكم قصة، بس أنا من الناس ما أحب القهوة نهائيا، هذا قبل ها أشرب بس هالدلة ويالله. بعد الحين لا، تطور الوضع، الحين صرنا نعرف الأنواع الأثيوبية والبرازيلية وما أدري من وين. فالقهوة صارت شيء مهم، ويقول لك أكثر إنتاج بعد النفط على فكرة، فلازم الواحد يقند الرأس، وقهوتي موجودة عشان أقند الرأس وأقدم الظهيرة. فنشوف هذا التقرير ونرجع لكم. أثيوبيا تعتبر من أفضل الدول في إنتاج نوعيات البن، فهناك حوالي تقريباً 30 دولة في العالم مختصة في إنتاج القهوة. وايد ناس على قولتهم يحبون الأثيوبي، أو يعني متعارف على الأثيوبي إنه ما شاء الله يوفر محاصيل حيل متوازنة بالطعم، يعني مايلة إلى الفاكهية شوية الخفيفة. فحبينا أن نوفر لهم كذا على قولتهم كذا طعم للقهوة، اللي يكون بعضها تكون فيها كاكاو، طعم الكاكاو في بعضها، طعم الحمضية شوية فيها الفاكهية، وفي عادة اللي نوفرها مع عادة مع الحليب. لما نحمص القهوة يطلع اللي هو ثاني أكسيد الكربون محتبس يكون ساعات بالقهوة، فأول ما نصب الماء يطلع سبحان الله ثاني أكسيد الكربون من القهوة. أظن 10 سنين كان التوجه يعني ديرتنا ما كان فيه اللي هو القهوة المختصة بشكل يعني وايد واضح عندنا، دائما متعودين على الكوميرشال كوفي أو القهاوي اللي مو مختصة بال، يعني القهوة ما يكون جريد القهوة عالي. فكرة الكوايت زون لأن إحنا طلبة بالنهاية، يعني احنا وصلنا الحين موظفين، ولكن ما كان في عندنا هالفاسيلتيز موجودة بحيث انه تساعدنا برا، سواء البيت ولا برا مكان الدراسة، جامعة وكليات او غيره. الحين المكان نفسه بخصوص الكوايت زون احنا حرصنا انه يكون معزول، حرصنا على اختيار المكاتب واختيار الكراسي يكون بشكل مريح حق الزباين. فالزبون اللي اذا هو من الشريحة اللي يبي السبيشالتي كوفي قاعد يدور جودة مالت القهوة راح يلقاها عندنا، وفي حال يبي جودة بالنسبة حق المكان والهدوء، وخلينا نقول الانترست ماله من ناحية انه هو يا يبي يدرس ولا يا يخلص شغله حق البزنس ولا يا يبي يقعد المكان هذه هم راح يلقاها. فاحنا صايدين خلينا نقول الجودة مالت القهوة وبنفس الوقت جودة مالت، بالتالي ما صار اسمه بزنس كثر ما صار اسمه ميول. فالواحد لما يشتغل ميوله هو حابه وشغله هو عارفها، يعني راح ينطلق فيها. صحيح بالبدايه الواحد ممكن يشوفها ك
شيء صعب او انه مثلا شلون الواحد يبلش ولا وين الخطوه الاولى، لكن هي من تبلش اول اعتبر خلاص الباقي كله يجي مع بعض. يعني من التقارير الصراحة الجميلة وتكلموا عن القهوة المختصة، في فرق بين القهوة المختصة والقهوة العادية. القهوة المختصة هي القهوة اللي تي جودتها عالية وتحميصها يكون لها تركيز عالي، فعشان كذي يفرق بين المختصة والعادية. لا، وفي أثيوبية وفي برازيلية، البرازيلية حق الإسبريسو أكثر شيء، الأثيوبية قاعد تستخدم للكولد برو V60، عندنا غواتيمالا، عندنا يمنية، عندنا قهاوي وايد وأنواع وايد، فالواحد اللي يتعمق ترى راح يستمتع في عالم القهوة. نخلص من القهوة أني حق مكان وسالفة مكان تراثي جميل وقديم صراحة، خاصة جيل الثمانينات. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. في هذا المكان لعب فيه الكبير قبل الصغير، وفي ذكريات ما ينساها بهذا المكان اللي يعتبر من أهم المعالم السياحية في دولة الكويت، ولأن في تاريخ يمتد لأكثر من 200 سنة. يوم البحر، هالقرية يجتمع فيها كبار السن حاليا لأن لهم ذكريات ما تنسي بهذيك الفترة، وسموها طبعا بهذا الاسم لأنهم كانوا يحتفلون بيوم البحر الكويتي لما كانوا يحتفلون بعودة سفن الغوص من رحلتها اللي يسمونها القفال، ويحتفلون بعد برفع الشراع قبل لا تبدي رحلتهم للهند وأفريقيا. والسبب الأساسي لوجود هذه القرية هي إحياء الموروث الثقافي الفكري الكويتي. والحلو في الموضوع ان هذه القرية فيها وايد فعاليات تصير كل شهر، ولكل شهر فعاليتها الخاصة اللي تختلف عن الشهور اللي قبلها. وفي هالمكان راح تلاقون متحف اللي دائما ما تتجدد المقتنيات اللي موجودة فيه وأبدا ما تتكرر. أركان منها ركن بيوت الطين الأثرية، وركن الجلسات الشعبية، وركن على هيئة البوم، ومنطقة مخصصة للأطفال، هذا غير الخمسين محل تجاري مختلف النشاطات لرواد القرية. علشان كذي للحين نشوف أهل الكويت يزورون هذا المكان ويعلمون عيالهم على تاريخ الكويت اللي سطر التاريخ. مكان جميل الصراحة وطوره، وهذا المكان حالاته عاد بلشته أو لما تكون الأجواء جميلة هناك القعدة والواحد يأكل النخي والباجلة ويتمشى، فمكان جميل حلو.
من بعد سالفة مكان نروح حق اختلاف الرأي. طبعا لازم اختلاف هي طبيعة بشرية. احنا دائما بالديوانية كل واحد له موضوع وكل واحد له رأي وكل واحد له سالفة، فاختلاف الرأي لازم، ولكن بالأخير نوصل إلى حل. فكل هذا الموضوع راح يكون التقرير مع هبة الصقر. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. الاختلاف عند البشر طبيعة مشتركة. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، مختلفين نعمر هذا الكون، مختلفين نكون إحنا مكملين للبعضنا. لو ما هذا الاختلاف ما رح تكمل الصورة. دائما نقول نطال النظر الإيجابية للاختلاف، وثقافة الاختلاف مهمة جدا إن إحنا نفهمها. لأن تخيل الموضوع إنه يكون ما في اختلاف بين البشر، راح يكون كلهم نفس الشيء أو نفس النمط، ما راح يكون في تطوير، ما راح يكون في تغيير. فبالتالي سبحانك الله خلقنا في هذا الكون مختلفين. دائما أنا أذكر صورة الاختلاف عند الإنسان مثل اللعبة اللي تكمل بعضها في أشكال مختلفة، تكمل بعضها البعض. سبحان الله هذا التطوير يعمر هذا الكون فيه ويكون فيه نمو مستمر. لو ما هذا الاختلاف ما يكون فيه تنويع، لو ما هذا الاختلاف ما رح يكون فيه تجديد، ما رح يكون تطوير. الاختلاف مهم جدا في حياة البشر، لأن الإنسان كل واحد له نمط تفكيره، كل واحد له ذوقه في حياته، كل واحد له وجهة نظره. دائما في الموضوع نفسه يكون في زوايا مختلفة، فيكون في مرتفعات مختلفة في الشخصية. في كل شخص راح يحط في الموضوع هذا طريقته أو نمط تفكيره تكون مختلفة عن طريق وجهة نظره، فبالتالي راح يكون مكمل لوجهة نظر الآخر. الاختلاف أنا أعتبره هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. لو ما هذا الاختلاف ما راح نكون في صورة جميلة في هذا الكون، ما راح يكون كل شخص له دوره في هذا الحياة. فالاختلاف هو اختلاف مو خلاف. احترام الاختلاف وايد مهم في هذا الحياة، علشان احنا نقدر نكمل بعضنا ونقدر احنا نطور في هذا المجال، سواء مجال الحياة او مجال العمل. فالاختلاف هو مهم جدا، وهو ثقافة الكل لازم يكون فاهمها. الاختلاف، خليني اقول لكم شيء بس. أنا واحد من الناس عندي خلينا نقول شركة، وإحنا ثلاثة شركاء، فكل واحد له رأي، ترى بالأخير قاعد يصب مصلحة. شنو مصلحة الشركة؟ إن هي تنجح. مرة تلاقي أنا معارض شريكي، ولكن شريكي هو قاعد يوصل الفكرة الصح، وحتى والعكس صحيح. فالاختلاف شيء ضروري بالأخير نوصل إلى حل وإلى علاج. هذا كان التقرير. أني حق التقرير اللي بعده وهو تقرير المعادن. عندنا فنانة قديرة اسمها منتهى العلي، هذه الفنانة تسوي بالمعادن لوحة. خلونا نشوف هذه اللوحة ونرجع لكم. فن تشكيل النحاس والترويم بالميناء فن جميل وراقي، بالرغم من صعوبة استخدام هذه المادة. أني أمسك قطعة نحاس وأشكلها بشكل جميل، يعني يكون جمالي ونفعي في نفس الوقت. استخدمت النحاس هذا في أعمال الفنتج، من كثر حب السيارات القديمة اللي هي الفنتج. والوالد كان الله يحفظه عنده سيارة نفس السيارة هذه، فبحثت في برنامج البرنترست وطلعت أكثر التصاميم، وبدأت أشكل من خلال قطعة النحاس هذه السيارة. فبديت أقصص الأجزاء على شكل السيارة وأرقمهم باستخدام أدوات خاصة في قطعة النحاس، منها مقصات، منها منشار الأركت، وبعدين بديت ألون بألوان الميناء باستخدام أفران خاصة ذات حرارة معينة، وطبعاً أدواتها من حامل قطعة النحاس والشبك الخاص في الفرن. طبعاً الأفران هذه لها حرارة معينة لازم ناخذ فيها الحيطة والحذر باستخدام هذه الأفران، مع
قطعة النحاس. السيارات هذه لقت صدى كبير واستحسان عند الجميع. ممكن أنا أفكر في بيعها أو باستخدامها في معارض فنية أو مثلاً في بيعها لإحدى أو إهداها حتى إحدى الكافيهات مثلاً. عقب هذا التغرير اللي جاي أصحاب المشاريع خاصة أصحاب المشاريع يتفننون دائماً يبدعون ويعطونا الفكرة الجديدة. هالمرة مشروعنا مطعم الرعب. شنو سالفة هذا المطعم؟ أنا صراحة بشوف هذا التغرير بعدين راح أعلق على هذا المطعم. خلونا نشوف ونرجع لكم. مرات لي بغينا نسافر اول شيء ندش بيت الرعب. اول شيء نقدر ان احنا نسوي ان الله خندش خنخاف شويه. فاحنا ما نخرع، احنا نونس ونشوف الناس شلون يضحكون. اصلا يجون هني قاعد يضحكون ويطلعون وهم مستانسين. هاي حياكم الله وعيش الرعب معنا كل يوم. انا صاحبه هذا المكان المرعب اللي نقدر نخوفكم ونونسكم بنفس الوقت. طبعاً جت الفكرة من رغبتنا أن إحنا نعيش أجواء مختلفة عن المعتاد أمانةً، فقلنا نسوي شيء كذي حق جميع الفئات العمرية، نستقبل من عمر 3 سنين إلى عمر ما فوق. طبعاً وايد استعنا بوايد ناس شباب صغار ساعدونا بأدق التفاصيل من جناح سواها لمدة 2 أسبوع وهو يفكر شنو يسويها بطريقة تخرع. والأستاذة سارة همّن ما قصرت معانا، سوت لنا برميل همّن يخوف إن نقدر نونس فيه الأطفال، يعني خصوصاً الأطفال إحنا وايد مركزين عليهم لأن يحبون أشياء مختلفة أو هم يحبون يعيشون جو مو جو الطبيعي. عرفت شلون؟ كل روادنا يعني يمرون علينا من الكويت، من الإمارات، من السعودية، من قطر. انشهرنا ظرف بسيط واحنا يعني تونا مبلشين. والله كل الراي انهم مستانسين وعندنا لويال كاستمر اساسا يجونا طول هالسنين من اول ما فتحنا 2019 تقريبا. نقدم كيكات مع مشاريب ويمشي مثل الزومبي حامل الكيكه مع اغنيه تخرع. يعني حتى الواحد اذا بيسوي عيد ميلاده يخاف انه هو يكبر سنه. الكيكات اللي عندنا مختلفة عن يعني أماكن ثانية. كيكاتنا فيها أصابع، فيها أشياء كذي، فيها أسنان، فيها حركات للواحد يا قبل لا يأكل يقول بسم الله ويخاف. عرفت شلون؟ ويأكلها. نبي نونس الكاستمر على حساب إن انترتينمنت كوجين، إيه يستانس يأكل ويخترع ويطلع. حياكم الله وعيش الرعب معنا كل يوم. مع السلامة. هل هالمطعم آكل ولا تلفت ولا تخرع الصراحة؟ يعطيك العافية. إني حق موضوعنا الجاي وهو موضوع الليزر. الحين صار في نقش الليزر على الجلد أو على الخشب أو على المعدن. كل هذا راح يكون مع الحرفي سامي التميمي اللي راح يورينا شلون النقش على الخشب. خلونا نشوف ونرجع لكم. بلشت هوايتي بالأعمال الخشبية والنجارة يعني من بين 4 إلى 5 سنوات. كانت بدايتي بالأدوات اليدوية أو المكاين اليدوية، وشوي شوي مع التطور قمت أخذ يعني ماكينة كبيرة. شوي حاولت أدخل بالسي إن سي بعدين بالليزر. مستحيل الإنسان يقدر يقص بدقة السي إن سي ولا الليزر.
غير ان السي ان سي راح تكون قصها اسرع ويكون قصها ادق. يعني في شغلات الانسان ما يقدر يقصها بيده، يعني قصاتها تكون شوي معقده وايد صغيره. فهني نستخدم السي ان سي بحيث انه يساعدنا على القصات هذه، والليزر يسهل لك انك شلون تقص البلاستيك او الاكريليك او انك تنقش عليه اللي تبي تسوي، يعني الرسمه اللي تبي تحطها. التصميم ما ياخذ وقت كثر التنفيذ. التصميم اذا انا عندي الصوره مثلا زاهبه او الرسمه زاهبه، يعني ممكن تاخذ لها ساعه الى ساعتين. اما التنفيذ هو اللي ياخذ وقت، ناخذ الخشب، نقص الخشب، نزهب الخشب علشان حق قبل القص، وبعد ما نقصه البرمجه بالكمبيوتر ان تحط الباترن شلون السي ان سي راح يقص، بعدين تقوم تدهن الخشبه عشان تحط الاساس، صبغ الاساس، بعد صبغ الاساس تحط الالوان، بعدين الحمايه، بعدين التركيب. ياخذ بروسس طويل، بس يعني القطعه تاخذ لها تقريبا اسبوع تكون خالصه. بالبدايه ما اعرف شلون اقص خشبه، بس مع الوقت تشوف مثلا فيديوهات، تتعلم من ربعك، تتعلم من اهلك اللي عنده حرفه مثلا. كل ما تمارس انت الحرفه كل ما تتمكن وتتقنها اكثر. احب الفن، احب الرسم من وانا صغير، ومع الوقت شفت ان يعني الحرفه حرفه يدويه ساعدتني يعني ان اطور من الفن ولا اطور من الرسم اللي عندي. لحد ما قمت اسوي، بديت بمباخر، بديت بكاتينج بورد، لوحات مضيئه، قنفات. بلش ولا تخاف، هوايه نفس اي هوايه ثانيه، بس تحتاج انك تعطيها وقت وتتمرس وتتدرب وتجابلها، وبالنهايه راح توصل حق المرحله اللي ترضيك. شفنا هذا التقرير وحق يعني خاصة النقش اللي يصير بالليزر حق الخشب حق القطع الصغيرة، فتحتاج دقة، فعشان كذي يستخدم الليزر. نخلص من هذا التقرير هني حق التقرير التصوير. دائما احنا يعني التصوير له نظرة ولا زاوية. انا ما اقول اخراج، ولكن لما اي انا اصور هذا الشخص اصوره على حسب الزاوية اللي تطلع الشخص يعني صورته حلوة. عندنا عادي يعني واحد من ربع تلاقي بالدوانية عندنا واحد يعرف يصور، فلازم ان نكون احنا فنانين، وخاصة الحين التليفون صار ذكي وصار في انواع التصوير ووايد شغلات صار متطورة في هذا التليفون، فالحين سهل الواحد انه يصور صورة جميلة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. لنفترض انك انت رايح قهوه وتبي تصور كوب القهوه. اهم ثلاث زوايا في تصوير المنتجات. اول زاويه اللي هي زاويه صفر. زاويه صفر هي زاويه منخفضه، وغالبا يستخدمونها بتصوير المنتجات لتكبير العنصر. وثاني زاويه، زاويه 45، زاويه عينك او زاويه المشاهد الطبيعيه. أغلب الأشياء اللي قاعد نشوفها بحياتنا نشوفها عن طريق هذه الزاوية. تعتبر هذه الزاوية مكررة، لكن دائما يستخدمونها في التصوير الدعائي. وآخر زاوية عندنا زاوية 90 اللي تكون من فوق العنصر ويسمونها عين الصقر. نوعا ما فيها طابع هندسي وترتب لك الأشياء وتبرزها بشكل مرتب. وهذه كانت أهم ثلاث زوايا في تصوير المنتجات، وبكذي تقدر تصور قهوتك وأنت مرتاح. خوش تقرير. يعني قال لنا شلون نصور، يعني مرات نطلع مطعم ونبي نصور الأكلة تلاقي عادي تطلع الصورة لا ما تشوق، بس ورانا في عين الصقر، في من فوق، في هالزاوية، يعني تعلمنا شيء. خلصنا من هذا التقرير هني حق تقرير الحداق.
اي انا مو واحد من الناس اللي كلش عليمي حداق معكم، بس في ناس تحب الحداق، والحداق ترى يبي له صبر، تطلع وتقعد وريلاكس يعني في ناس تقعد لي يوم كامل وهي تحدق، وفي ناس تسافر برا علشان الحداق. فالحداق له هواية، يعني له ناس يحبون هذه الهواية. خلونا نشوف هذا التغرير ونرجع لكم. يعطيكم العافية نواخذه. طبعا اليوم حداقنا بالخيران بالخوارير، ما شاء الله يرزقنا ان شاء الله الصيد الطيب، وراح اسوي لكم تغطيه جميله جدا باذن الله، تابعوا ويانا. وهذه بحيره الخور مرقه 100%. شباب شوف يا بوي، شوف راسه، شوف شعري قارو هذا. هذا عقب هذا التقرير صراحة يعني المفروض يجيبوا لنا شيء، يعني أعطونا شيء. والله أي لا طلع حداق زين. عقب هذا التقرير إني حق ضيفنا اليوم هنتكلم عن هوس التنظيف. عندي وايد من الشباب اللي يوسوس، ها حتى لو بالدري يخاف إنه يمسك هذول القضابات، انه خايف انه يكون وسخ ولا، وخاصة بعد كورونا الواحد زاد عنده هذا الهوس. كل هذا راح يكون مع ضيفنا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. الحفاظ على منزل نظيف أمر صحي وطبيعي، لكن إذا صار سبب للمشاكل مع الآخرين فإنه يتحول إلى مرض خطير يجب مواجهته. فالبعض يعاني من حالة متقدمة من الوساوس، مثل وسواس النظافة والإفراط في تنظيف البيت وأغراضه، ويعانون أشد المعاناة من رؤية الغبار متراكم على الأرضيات أو البصمات المتراكمة على الأبواب، ويعانون من قلق حاد وتوتر لمجرد الشعور بأن هناك منفذ للغبار أو الجراثيم قد تراكمت على الأسطح، وهالوسواس درجات. وعشان كذي لازم يتعالج بالكثير من النصائح المهمة لتلافي هوس التنظيف. هذا راح يكون موضوعنا الحين في استديو الظهيرة. هوس التنظيف راح يكون مع الأستاذ علي السلطان، معالج نفسي وتربوي. حياك الله ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخو جاسم، وسعيد جدا بهذه الاستضافة، وإن شاء الله المشاهدين يستمتعون بهالموضوع. إن شاء الله بإذن الله. هوس التنظيف، في ناس حتى اليدود يمكن يتجدد 10 مرات، صحيح. ما أدري هو ينسى ولا هو هوس،
ما يعني ودنا نتكلم عن هوس النظافة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هوس النظافة هو يعني يعتبر يعني أحد العوائل القلق. لما نحن نتكلم عن أمراض نتكلم عن ثلاث جوانب، أمراض نفسية وأمراض عقلية وأمراض اضطرابات شخصية. الأمراض العقلية اللي هي الفصام وحالتها، لأن الإنسان من ولد وفي مشكلة عنده عقليا في هذا الموضوع. الأمراض النفسية يعني هي جزء من الحياة بسبب البيئة، بسبب طريقة التربية، بسبب الاعتقادات. أحيانا تكون في مثلا حدث معين مثل كورونا، مثل ما شفنا شلون الناس صارت تغيرت عندها صارت عندها يعني هوس تنظيف، والإعلام كان يركز بشكل قوي، فيصير عند الشخص تركيز أكثر. لكن الهوس هذا من وين جاء في الأساس؟ هي جت من في سبب أفكار ومعتقدات خاطئة. لذلك دائما يفسر موضوع الهوس هو جزء من أعراض شيء ما يسمى الوسواس القهري. الوسواس القهري واحدة من العائلة الكبيرة حق الإنسان القلق. كلنا عندنا قلق، وكلنا فينا وسواس قهري، وكلنا فينا اكتئاب، ولكن درجاتها تختلف من شخص إلى آخر. في شخص في حادثة كورونا وأعمال كورونا ظهر عند الوسواس بشكل وايد واضح، مثل الغسيل بشكل متكرر إلى درجة صار ما ممكن يسلم، صار ما يجي، صار طفح جلدي قام يصير فيه. ما قام يسلمون حتى يعني حتى لو تذكرون يعني الله لا يردها من أيام يعني لو تذكرون يعني حتى المصافحات يعني كانوا يحذرون منها حتى في الإعلام لا تصافحون بسبب نقل الجراثيم. هذا الشخص عنده مشكلة في هذه الفكرة، لذلك الشخص اللي عنده وسواس قهري يهتم فيها قضية النظافة بشكل كبير، لأن في عنده فكرة يسمونها فكرة إلحاحية إجبارية، هي مو بكيفة، هي فكرة موجودة عنده، وهذه الفكرة ما ممكن أنها تروح إلا لما يسوي فعل معين. لذلك الوسواس القهري هو شيئين، وسواس وقهري. وسواس فكرة، القهري فعل، فلما يرتبطون مع بعض ومع التكرار يصير هذا شيء يصير هوس. انت ما يخالف يعني اللي ما يسوي كذي هو مو نظيف مثلا؟ هو معتقد بالنسبه حق الشخص، لان الكل يحب النظافه، ولكن الشخص بس ما يكون بزياده. نعم، الشخص اللي يسوي هالامور بزياده يعمل شيء اسمه سلوك توكيدي. يعني شو سلوك؟ يعني انا ابي اتاكد ان هذا شيء نظيف، أن هذا الشيء ما عليه غبار، هذا الشيء. وعلى فكرة ترى أشكاله وايد أكثر من شكل، يعني في يعني الوسواس القهري ما يرتبط بالنظافة، الوسواس القهري يرتبط حتى في التلوث، الوسواس القهري يرتبط في التكرار، الوسواس القهري يرتبط في يطول بالحمام فترة طويلة، الاكتناز. شايفين ناس يخشون أشياء وايد قديمة ما يحتاجها، عارف شنو يبيها بس يخشها. هذا الاكتناز نوع من انواع الوساوس القهريه اللي يتم من خلال طبعا في اجراءات معينه علشان نقدر نقول هذا الشخص فيه وسواس قهري. ولكن بشكل عام قضيه النظافه قضيه حساسه قد تكون عند بعض الشخص بسبب افكار غير منطقيه، نسميها افكار مو منطقيه. اكيد هذا الشيء وسخ، فانا ما ابي اجيسه، لان اذا جزت هذا الشيء ممكن امرض، ممكن يصير فيني شيء، ممكن كذا، ممكن كلمة ممكن تتردد بشكل متكرر. علشان كذي هذول الأشخاص يحتاج لهم طريقة في التعامل بعد التشخيص. هذه من التربية ولا هي تطلع فجأة؟ أسبابها معقدة، ما في سبب واحد نقدر نقول هذا الشيء هو سبب. مثلا طلع على أبوه، طلع على أمه، طلع على يده. النظريات اللي فيها والدراسات كثيرة كانت تتكلم أن جزء من الموضوع هي الوراثة. أنت إذا عندك أبو أو أم عندها يعني اضطراب الوسواس قد ينتقل من وإلى. قد يكون في جانب يعني بعض التشخيص الطبي أنه يكون سبب وجود هذا الفكرة هذه بسبب في ناقل عصبي كيميائي موجود في الدماغ اسمه السيروتونين، وهذا السيروتونين كل ما يقل كل ما زاد نسبة الوسواس عنده. فلذلك كانت في فكرة أن بعض الناس اللي عندهم وسواس سواء في البسيط أو متوسط أو الشديد، الشديد هذا اللي لازم يتعامل بالدواء، لازم يتعالج، لازم يتعالج بالدواء، لازم يتم تشخيصه ويتعالج بالدواء. البسيط والمتوسط يتعالج عن طريق شيء ما يعرف بالجلسات النفسية أو التوك ثيرابي أو الجلسات النفسية أو العلاج النفسي. طبعا فيها مدارس وأمور كثيرة فيها. أسبابها وراثية قد تكون،
بيئية بنسبة كبيرة. طريقة العائلة وطريقة البيت أسلوب التعامل وايد، حتى في بعض الأمهات نقول لهم تشديد زيادة عن اللزوم على العيال، غسل إيدك. أوكي زين أن الواحد يرجع من المدرسة يغسل إيده وينظف ملابسه، لكن التدقيق الزايد هذا قد يولد عند الطفل هذا فكرة بهذه الطريقة. لذلك أسبابها إلى الآن مو واضحة، ولكن هي تكون ما بين وراثة وما بين أسلوب تربية وما بين نمط حياة أحيانا. فهذه الأمور كلها ممكن تتغير من وإلى، لكن إحنا نحتاج أن نكون متوازنين. يعني متوازنين في توصيلنا للكلمة أو طريقة اللي إحنا نبي نوصلها له. إنزين، منو أكثر برأيك إن اللي وايد في وسواس النظافة، الريال ولا الدراسات كانت تتكلم إن النسبة متساوية ما بين الرجال والنساء. إنزين، تعتمد على الشدة. حتى الشخص اللي فيه وسواس قهري لا يمكن يكون نفس الشخص اللي فيه وسواس قهري ثاني، لأن الشدة والدرجة والحدة تختلف. شلون يقيسونها؟ يقيسونها على، أذكر هني قصة، يعني واحدة من الجدات فترة طويلة عندها هذا الوسواس، فمن الوسواس كان عندها وسواس النظافة، ترى مو شرط بالملابس حتى ممكن بالأشخاص. اسمع قصتها. فهذه من الأشياء اللي كانت غريبة، لدرجة أن نمط حياتها بدأ يختلف. ما قامت تطلع، ما قامت تروح، ما قامت تروح زوارة بيت بناتها، بيت كلش. فصار في هبوط في نمط الحياة. شنو كانت تسوي يوم الزوارة؟ لما تطبخ الأكل، العيش اللي فوق لازم هي تأخذه، لأن باعتقادها أن العيش اللي تحت هو قد يكون أن أي واحد ممكن يجيس العيش، ممكن أنا ما راح أكل فيها شيء. فشوف تخيل، يعني حتى الاعتقادات توصل لاعتقادات غير منطقية. فكانوا ينشبون لها العيش اللي فوق، الطبق اللي فوق هذا بروح تنبون الطبق اللي فوق ويحطون لها. وهذا يمكن في بعض الحالات تستدعي أنك أنت ما يون العيادات أو المراكز كأخصائيين نفسيين وكأطباء نفسيين يروحون لهم في البيوت وتشوفهم أنه يلبسون دس ما يسلمون، وإذا سلموا يروحون يتوضون أو يغسلون إيدهم. وغالبا الأمراض الجلدية متوفرة عندهم. فقصص كثيرة، يعني خصوصا في الموضوع، في موضوع النظافة، لكن أشكالها وطرقها تكون مختلفة. إنزين، هل هذا يصيب المراهق ولا هو يصيب الأشخاص اللي بعد المراهقة أو البالغين؟ أغلب الأمراض النفسية لأنها ناتج مع البيئة، وناتج مع البيئة التربوية أو البيئة العامة، دائما تكون قبل 20. يعني بعض الدراسات كانت تقول غالبا إذا كان عند ولدك تحت 20 أعراض اكتئاب، قلق، خوف، مخاوف بشكل عام، وساوس قهرية، إذا كانت موجودة هذه وظهرت قد تظهر لفترة لاحقة. لكن بعض الدراسات تقول إذا أنت طفت 35، أنا وياك طايفين 35، طفنا خلصنا طفنا الأربعين. إذا طفنا 35 غالبا ما تحوشك. ليش؟ لأن هي نتيجة حق معتقدات موجودة. كل ما كبرنا كل ما كل ما كبرت حق بعد 35 خلاص ممكن ما تحوشك. ليش؟ لأن خلاص أنت وصلت حق مرحلة معتقداتك موجودة. أعرف أنك أنت غسلت يدك خلاص روح، ما يحتاج أنك حتى فأنت قصدك أن اللي تحت 35، تحت 35 قد يصابون أكثر. إنزين، في ترى حتى الكبار حتى اليدات يخافون يوسوسون. لذلك إحنا عندنا يصير شيء يسمونه استعداد وراثي، أن هذا الشخص عنده استعداد وراثي أنه ممكن يكون في هالشيء هذا. والبيئة ترى وايد تلعب دور، لأن في حادثة كورونا كلنا كنا قاعد نشوف، حتى ربعنا وأهلنا الكل طلع، لكن الاستجابات مختلفة، الرياكشن مختلف. في واحد وايد يضخم الموضوع، لا، في واحد لا. يعني بالنهاية أنا من الناس طبيعي. أي طبيعي عادي. طبيعي أن عندك في ناس غسلت حتى الأغراض تأخذها من الجمعية. أي صحيح صحيح. يعني حتى كانوا يروحون العربانة الجمعية بس دس عليها ودس ودسين أحيانا. وكانت في واحدة تلبس خمس نماذج فيها. يعني فأهي شوف، يعني أهي الاعتقادات هذه موجودة. لكن بشكل عام هذا الاضطراب هو اضطراب قلق يسمونه. ليش؟ لأنه في فكرة وهو مقتنع فيها، وهذه الفكرة غير منطقية، ما تروح إلا لما يكرر ويكرر ويكرر. إنزين، في ناس لما تأكل لازم يكون الصحن الخاص فيها، القفشة تكون خاص فيه.
وفي ناس ما تاكل حتى عقب عيالها ولا صحيح. اي فهل هذا بعد وسواس؟ قد يكون هذا نعم نوع من الوسواس، قد يكون عرض. لذلك احنا عندنا في كتاب تشخيص اسمه دي اس ام، دي اس ام جمعيه الاي بي اي علم النفس، جمعيه الطبيه النفسيه الامريكيه، كانت تتكلم ان في اعراض معينه علشان نقدر نطلق ان هذا شخص فيه وسواس. ترى مو كل من شفناه في الحياه نقول لا والله هذا انسان وسواسي او هذا مثلا ما يعجبه، لا لا، في اعراض معينه، وهذه الاعراض تكون من خلال اسبوعين الى ست شهور. هذه اعراض متكرره، اعراض ان كل ما يدش البيت يبون ينامون يروح يشيك على يده الباب، اعراض ان كل ما اي نعم في كل ما مثلا يبي ياكل مكان لا لو سمحت يبي لي قفشه مثلا جديده، او لما يروح مطعم لا تجيبوا لي القفشه العاديه، جيبوا لي القفشه البلاستيك اللي مغلفه مسكر علشان يطمن صح انه ما في ولا شيء. وهذول وايد كانوا مستمتعين في كورونا على فكره، اي هذا كانوا مستمتعين في كورونا لان اللي راح مطاعم في كورونا شاف الوضع كلها الاكياس المسكره كلها بلاستيك والامور، فكانوا مرتاحين يعني فيها. ولكن فيها الفكرة هذه موجودة. نعم الأعراض اللي أنت تفضلت فيها صحيح قد تكون هذه بعض الأعراض، ولكن هذه الأعراض تختلف بالشدة من وإلى. إيش كثر أنا لازم يعني أبين أن هذا العرض قاعد يأثر على حياتي، أني ما أطلع مطعم معين لأن ما نقدر نقول أن هذول مو مرضى، هذول يخاف من الأمراض أو العدوى. إيش شنو سبب خوفه من؟ قد يكون الأمراض هو شيء واقع، ترى كلنا نخاف من الأمراض ونخاف من أي شيء يضر الإنسان، لكن اللي عنده الوسواس القهري عنده فكرة تضخيمية لا وراح يمرض، هو راح يمرض هو الواحد. علشان كذي في بعض الأمراض تصاحب الشخص اللي فيه وسواس القهري، شيء اسمه توهم مرضي، يعني بلاعيم موسم احنا بلاعيم ممكن يعني يتعب، ممكن حرارته تنزل صح. اكيد انا راح يصير فيني شيء، واذا صار فيني شيء اكيد راح اموت وما راح اشوف الناس. فكره تضخيميه يصير عنده شيء اسمه توهم مرضي، يصير عنده قد يكون اكتئاب. هذا توهم مرضي، توهم مرضي اضطراب بروح. والوسواس اضطراب بروح. الوسواس ممكن يعني يمشي شوي فيه، ولكن في لما يقعد بروحه ويندمج مع فكرته لا خلاص يدش في جو عالم ثاني، ما راح يقدر يعني يجاوب على اي فكره. مثل في وسواس الطهاره في الصلاه، زين صلي يعني يبي يصلي يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب، يأكد يبي يتوضأ، يمسح. لما ايش كثر يمسح 20-30 لما يرتاح. عشان كذي طريقه العلاج معاهم يختلف. واحنا ما قلنا في طريقتين للعلاج، اما في العلاج الجلسات او انه لا والله الحاله تحتاج علاج دواء، هذا لازم ياخذ دواء يرفع فيها مستوى السيروتونين عنده. انزين الحين موسم سفر، نعم، والواحد في ناس لما يسافرون يوسوس، خاصه بيروح فنادق بيروح هذا، تلاقي عادي هو جايب فوته، هو جايب غراضه، هو جايب كل شيء. هل هذا بعد وسواس ولا ما له شغل علشان مسافر؟ لا يعني قد يكون شيء طبيعي، يعني في مثلا بعض الناس عندهم يعني حب، يعني انا كذي هم لما اطلع لما اسافر اروح مكان اغراضي الخاصه وديهم معي. في بعض الناس يقول لا احنا مثلا رايحين فندق، الفندق راح يوفر كل شيء، فانا ما يحتاج وهم غسلهم وهم نظف كل شيء، والاغراض متجدده كل يوم ومتغيره. ما في باس ان الواحد يكون في فتره بسيطه انه يفكر في هالامور هذه، ولكن لدرجه تدقيق وتفصيل اكثر هذه يعني راح تكون متعبة. وصدقني أبو جاسم يعني الفكرة الناس ما تدري شنو قاعد يصير بمخ هذا الإنسان. يعني إحنا بالنسبة لنا سهل، خلاص لا تفكر في الموضوع، لا هو ما هو سهل، هو مو سهل، مو سهل. كأنه شخص واقف فوق رأسك أو كأنه هو مريض، كرر سو يقول له كذي نفس كأنه واحد واقف فوق راسه يصير فيه. فليش احنا نقول احيانا يتحول الى هوس؟ اي لانه فعلا كأنه شخص تكون عنده شيء وهو يدري ان هذا غلط، هو يدري ان هذا الموضوع غلط بس مو قادر يتعالج لانه لازم يحتاج يعالج. اي هذا خلينا نقول خرج عن السيطره، نعم، فشنو الحل مع هذا الشخص اذا هو طلع عن السيطره في خاصة النظافة؟ منو اللي لاحظ أن هذا الشخص طلع عن السيطرة؟ الناس المحيطة دور بدور. لما يروح يسبح يطول 45 دقيقة ساعة بالحمام، ما حد يسبح ساعة،
زين مره مرتين ثلاث اربع وعدين وايد يعني مراهقين كانوا في الفترة من علاماته إنه يطول في السباحة لما يروح الحمام أكثر من ساعة أو 45 دقيقة أو ساعتين أحيانا يوصل. يعني البيئة المحيطة يكتشفون هذا الشيء. تبقى عاد مسألة الإقناع شلون إن إحنا شلون نقنع هذا الشخص إنه خلينا نحاول نخفف، لأن طريقة العلاج تختلف من وإلى. إحنا علشان نبدأ نعالج شيء معين لابد إن الشخص يكون متقبل، ما راح نقدر نعالج شخص هو مو متقبل فكرة العلاج. فنبدأ بتوضيح الفكرة أن يا أخي العزيز يا أختي العزيزة، الفكرة الموجودة عندك فكرة غير منطقية وغير واقعية، فلذلك نبدأ في مراحل العلاج. وطبعا مراحلها في تعديل الأفكار، أساليب الغمر أحيانا نقول. يعني هي جلسات ولا أدوية؟ جلسات نفسية. الجلسات النفسية اللي هي الجلسات ممكن تبدي من جلستين إلى ممكن توصل 50-60 جلسة مدتها ساعة واحدة. طبعا الأخصائي هو اللي راح يعرف شلون يتعامل بناء على حالة المريض. إذا عنده مشكلة بالفكرة فيحاول يغير الفكرة، إذا عنده مشكلة مثلا في خوف أو شيء معين يحاول أنه يغير. الدواء يختلف، الدواء أنه هو يعطي الكمية والجرعة المعينة، وهذه الجرعة تقلل نسبة القلق، ما تخلي الشخص يعني يقلق بشكل كبير، يعني قلق عادي. في علاج. نعم طبعا في علاج، لا وممكن يتعالج الوسواس، ممكن يتعالج، ولكن لا يمكن علاجه كليا، تبقى في نسبة 1-2%. لازم في جلسات علشان طول العمر اللي نعم. فهذه الأمور اللي ممكن نستخدمها سواء كان جلسات نفسية أو كانت أمور طبية ممكن تحت إشراف طبيب نفسي، وأحيانا الاثنين، أحيانا الطبيب يعطي دواء وبالإضافة إلى العلاج. الحالة تكون شديدة جدا. وفي ناس عندهم هوس حتى نتف الشعر. هذا بعد. نعم ظاهرة نتف الشعر هي من ظواهر القلق، وايد نسمعها عند المراهقين الطلاب الـ12. وايد وايد نشوفها. ممكن من الدراسة أو من الضغط. هذه بسبب الضغوط وبسبب فكرة وبسبب اعتقادهم بأن الشيء اللي أنا بسويه راح يريحني. عند البنات شو يسوون؟ نتف الحواجب أو الرموش. عند الشباب نتف اللحية أو الشعر من الخلف أو شعر اليد. زين طبيعي، هذا مو طبيعي، لأن لازم أن احنا نتعالج ولازم أن الشخص هذا يتعالج، لازم نعرف شنو سبب هذا القلق. قد تحول هذه الأمراض أو الاضطرابات البسيطة إلى أمور أكثر تكون فيها، ويمكن هي فترة بس الدراسة نقدر نقول كل ما يندمج تروح. مرات كل ما يندمج يسوي هالشيء هذا. شايف اللي بعضهم يندمجون يأكلون أظافرهم، حتى الأظافر الأظافر يصير هذا قلق، هذا القلق. فهذا القلق لازم انه يتعالج وننفهم شنو سببه، شنو مصدره، وشلون نتعامل معه. انزين نبي نصيحتك خاصه حق اللي وايد يوسوس. انزين النصائح المهمه اللي ممكن نقدم ثلاث نصائح. اولا نصيحه حق الشخص المصاب في هذا الشيء، لا يوجد شيء اسمه مرض دائم، ما راح نقدر نحل الموضوع الا بالمحاوله. ذهابك إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي راح يحلك وتتحرر من قيود كثيرة كثيرة. فدائما خل تكون عندك مبادرة بالتجربة. ومشكلة الوسواس غير أنه ما يجرب، هو ما يجرب، يخاف، إذا جرب يخاف أنه ينتكس، بس لازم أنه هو يطمئن ويجرب. النصيحة الثانية موجهة حق البيئة الموجودة، الناس الموجودين، لا تتكلمون بكلمات أحيانا تكون قاسية على هذا الشخص. مثلا انت طول عمرك ما راح تتغير، هذا المرض فيك او التطنز دعوه صاير صاير ساعه ونص تسبح. هذه الكلمات احيانا يعني تاثر ويتمسك فيها المريض اكثر. فالبيئه لازم تكون بيئه داعمه، بيئه ايجابيه. النصيحه الثالثه للجميع ان الامراض هي موجوده في حياتنا في كل وقت. احنا كل وقت يصير فينا احتقان، كل وقت يصير فينا أمراض عضوية في أي وقت، صحيح. موسمية أو غير موسمية. وبالتالي الأمراض النفسية قد تكون جزء، ولكن نحافظ عليها بأن احنا نحافظ على صحتنا النفسية عن طريق الرياضة، عن طريق الأكل، عن طريق نمط الحياة الصحيح، لأن الصحة النفسية هي جزء مهم في حياة الإنسان. جواك الله. الله يقبلك. شكرا لك على سلطان معالج نفسي وتربوي على هذه النصائح. والواحد يعني لازم يعني يخفف الوسواس أو كم يخالف في أمراض الحين منتشرة، صحيح. في أمور، ولكن خليها على الله، نحرص ولكن ما نكون وسواسيين. صحيح.
صح ولا لا؟ صحيح. شكرا لك. شكرا لحضرتك. تسلم. كذي وصلنا إلى نهاية برنامجنا، برنامج الظهيرة. نشوفكم إن شاء الله السبت الجاي نفس الوقت من 2 ولغاية 3. مع السلامة.